قبل بس ما ابدا اتكلم على الثالثه على التوالي للتاريخ ونبتدي في الدعم والمسانده، لانه ابتداء من اليوم الحقيقه وابتداء من اللحظه اللي انا بتكلم فيها مع حضراتكم دي هيبقى فقط الايام القادمه لدعم فريق النادي الاهلي، ماليش دعوه باي حاجه بتحصل تانيه ولا هتدخل في اي حاجه بتحصل تانيه. كل اللي هتكلم مع حضراتكم فيه الدعم والمسانده مننا ومن حضراتكم ومن كل الناس، وتعالوا نتفق ان احنا نعمل حاجة حلوة للنادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية، أو للعيبة النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية، علشان يحسوا إن جمهورهم معاهم،